السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا حاجة حلوة كده خالص ومختلفة، اول مرة اعملها يعني في القناة وكده، اللي هي ايه؟ الكبسة السعودي باللحمة مش بالفراخ. طبعا المقدار العادي على حسب مقدار الرز بتاعكم. انا هنا عندي رز بسمتي، انا كنت نقعاه كوباية الرز بتاخد بتنقعيها في 2.5 كوباية مية او 3 كوبايات مية. انا عامله 1.5 كوباية رز بسمتي، ممكن بالرز العادي بتاعنا المصري العادي، بس هي اساس الوصفه الرز البسمتي يعني. اللحمه برضو مقدار اللحمه اللي على حسب احتياجكم. عندي هنا بصله متقطعه كده قطع صغيره، ممكن لو انت عايزاها تبقى مبشوره تمام مفيش مشاكل. عندي هنا طبقين فيهم بهارات، هنا اول حاجه دول اللي هيتشوحوا مع اللحمه اللي هو اللومي. طبعا عندي اللومي ده صغير فانا اخده 2 حبهان كباب صيني، قرنفل معلقه سنه المعلقه كده قرنفل، ورق لورا، وهنا عندي البهارات بقى المشكله بتاعه الكبسه. عندي مكعبين مرق، عندي فلفل، يستحسن يبقى فلفل ابيض بس انا ما عنديش غير الفلفل الاسود، كركم وكاري وجنزبيل وبهارات كبسه وكمون وكزبرة، وطبعا صلصة الطماطم او اعمليها طماطميتين كده مبشورين. بس انا عاملة يعني قيمة 1 كوباية كبيرة طماطم، هاخد من الصلصة الجاهزة دي معلقة. يلا نبدأ بقى مع بعض. اول حاجة بجيب معلقة سمنة بلدي كده عشان اشوح فيهم اللحمة، مستحسن سمنة بلدي يعني هي حلاوتها في كده وبتدي لها طعم وريحة جميلة قوي. بعد كده هنزل بمقدار البصل كده اللي عندي، في ناس بتعملها باكتر من طريقه وبيضيفوا مكسرات، بيضيفوا ممكن تضيفي جزر مبشور على حسب يعني ما متوفر عندك، بس احنا يعني دايما تحت شعار ايه اللي موجود، يعني نعمل اكل حلو باللي موجود. مش لازم طبعا البصل تحمر، انا هنزل هنا بالبهارات اللي هي الصحيحه دي، بتبقى ريحتها حلوه قوي لما بتنزلي بيهم كده. ايه لو عندك طبعا قرفة عيدان يستحسن، بس انا ما كانش عندي بصراحة، فهدلها قلبة كده مع البصلة الحبهان بقى وكده. البهارات الصحيحه دي لما بتنزلي عليها بزيت في زيت يعني مقدوح او سمنه مقدوحه بتبقى طعمها حلو قوي وريحتها بتبقى اقوى. انا مش هفصل، انا زي ما هي عندي كده لسه هتبدا تحمر، هنزل عليها طبعا بمقدار اللحمه اللي عندي. اللحمه دي انا جايباها موزه بتبقى حلوه قوي. المعلقه دي مطرح سمنه طبعا بتديها صدمه كده. الطريقه دي سهله وبسيطه ما بتاخدش منك وقت. الفرق بقى بين الكبسه وبين مثلا البرياني او اللي هي اللي بالخلطه، الفرق بسيط ان احنا هنا في الكبسه بندي للبصله تحميره شويه، لكن التانية بتبقى بصلتها فاتحه، البرياني بيبقى بصلته فاتحه، لكن الكبسه بنغمق البصله شويه، ده الفرق يعني بين الاثنين.
تنسيبها بقى لحد ما لونها يتغير، تبدا البصله تغمق معايا شويه واللحمه لونها يفتح كده ما تبقاش باللون ده. طبعا بتقلبيها بقى كل شويه تغمق بس كده سنه وارجع لكم. دلوقتي اهو اللحمه معايا اهي بدات تاخد لون، شفت اللون غمق بدا يغمق ازاي. البهارات بقى المشكله اللي عندي انا هنا عملت المكعبين المرق كده فرقتهم بايدي، هبدا ان انا انزل بالبهارات دي. طبعا هي دي ما عادش هنحط بقى اي بهارات خالص، يا دوب بس هنبقى نظبط بقى الملح لان انا حاطه مكعبين مرقه. في ناس ما بتحطش مرق بس انا بصراحه بحب طعمها قوي فيه. نديهم كده قلبه، شفت اللون غامق معايا ازاي. هبدا بقى ان انا انزل بالطماطم. ما تكتريش يعني، هي ممكن بقول لك لو انت مش عصره طماطم يعني ممكن تجيبي طماطميتين بس كده ابشريهم وحطيهم وحط عليهم معلقه معجون طماطم. انا دايما بحب احط معلقه صلصه. بحط كده معلقه صلصه من البرطمان ده كده يعني بتدي لون حلو بسرعه. بتسيبهم بقى كده يتشوحوا كده مع بعض شويه. سيبهم بقى كده يتشوحوا مع بعض شويه وبعد كده ايه نرجع لكم. هبدا بقى ان انا اضيف الميه اللي هتستوى بقى فيها اللحمه. هي بدات في السويه طبعا في الصوص ده بس هنبدا بقى نزود الميه. وطبعا الميه اساسي، اي ميه بتضيفيها على اي اكل لازم تكون ميه سخنه بتغلي، ما ينفعش تحطي بارد على سخن. نبدا كده، انا غاليه الميه هنا في الكتل، ابدا ان انا احط ميه كده سخنه يا دوب تغطي ايه هبدا بقى ان انا اغطيها واسيبها بقى تستوى ايه براحتها. اول ما بتحطي بقى الشوكه وتحس ان خلاص اللحمه بدات تستوي خلاص على السوا اخر سوا، نبدا ان احنا ننزل الرز. طبعا الرز ده كان منقوع زي ما قلت لكم في اول الفيديو. لو عايز استعمل رز مصري عادي مش مشكله يعني، يعني اتنين بيقضوا الغرض، بس انا على اساس ان انا بقول لكم الطريقه اللي هي الصح يعني بتاعت الكبسه. طبعا انا هشوف مقدار طبعا الصوص اللي على اللحمه، لو محتاجه ميه طبعا هحط ميه برضو تكون مغليه. طبعا حاولي ما تزود، انا اعتقد ان هي مش محتاجه ميه، مش هزودها ميه لان انت كل ما هتزودي الميه وجت زياده الرز هيعجن منك ومش هيبقى مفلفل وحلو. وانا هسيبها بقى اهي على النار تاني، هسيبها بقى اول ما تنشف احط لها بقى شياطه ووطي عليها خالص كانك بقى بتسوي الرز اللي هو العادي، مش هياخد وقت ان شاء الله لان الرز اصلا كان منقوع. هغطي عليها بقى واسيبها ايه يستوي بقى الرز يستوي براحته. خلاص الكبسه معايا بقت جاهزه واستوت. انا عندي بقى هنا للتزيين هجيب ايه، اي حاجه متوفره عندك. انا عندي هنا زبيب، طبعا اي حاجه مكسرات اي نوع مكسرات تحطيه لازم تحمصيه الاول في شويه في معلقه سمنه كده. في ناس بتحط اللوز، هو المفروض اصلا بيبقى لوز بس انا عندي هنا فول سوداني، ده مش فول مملح، ده الفول اللي هو بنحطه في الحلويات. تمام، انا عندي اهي السمنه بدات تسخن، هبدا ان انا ايه اديلهم كده تشويحه كده في احمصهم كده في السمنه.
كده خلاص الكبسة معانا جاهزة اهي، استوت. انا كنت طبعا محمصة معاكم الفول والزبيب، حطيته كده على الوش جميل. انا كنت شلت اللحمة كده حطيتها على جنب عشان احطها على وش الطبق، وفي طبعا تحت بقى اهو شكلها جميل ويفتح النفس خالص. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ده رجاء مننا، دوسوا لايك، لايكات كتير يا جماعة عشان الفيديو يوصل. وسيبوا لنا كومنتات حلوة، ولو أول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. جربوها بطريقتي البسيطة السهلة، بألف هنا.